يلا يا ابني يلا يلا يلا. أمرك سيدي. سيدي تليفونك اللي عم يرن؟ ايه؟ ايه ردي؟ اكيد بكونوا اهلي بلا ما ينشغل بالهم عليك. مو فاضي ارد هلا. اليف وينك انت؟ وينك انت اليف؟ وما في مانع إذا بدك تحكي لهم عن الموقف اللي أنت فيه هلأ. بكل الأحوال بيكون الكل عرفوه. أنا عند النائب العام. شو؟ أنت عند النائب العام؟ أنا كمان فت لجوا مشان جيبك، وأنا هلأ بنفس الطابة. عن جد؟ وينك طيب؟ قلنا لك احكي مو طقي حنك. اجمعوا لي كل التليفونات. يلا لشوف الكل يطلع تليفوناته. يلا هاتون. هات. يلا يلا بسرعة هاتون. هات طلعوا تليفوناتكم. يلا 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 بسرعة لبرا، وصلوا العمليات الخاصة. عمليات خاصة يلا يلا أسرعوا أسرعوا لبرا، كلنا لبرا برا برا. يلا يلا فضوا المكان لشوف. شو طلباتهم؟ شو هالموضة اللي طالعين فيها؟ الحمد لله انه في واحد من رجالي موجود جوا. نعم سيدي. أليف كمان من بين الرهائن. الجماعه عددهم بتوقع بين 8 و 9، اخذين المداخل والمخارج والدرج. ممكن يسمعوني هلا. اذا بضطر برجع بتصل فيك سيدي. ع كيف دير بالك تعمل شيء مجنون. ها طيب طيب ما رح اعمل شيء سيدي. ايه شباب، في خبر حلو وخبر مو حلو. الحلو عاكف وإليف موجودين بالمبنى، والمو حلو إنه إليف بين الرهائن. الجماعة عددهم بين 8 و 9 أشخاص.
أوه سيدي صالح، ما ضل غيرنا أنا وياك بهالفرع. بتشرب قهوة من تحدياتي؟ وبركي كمان هالراديو اللي هون بتفيدنا شوي. أصيب أبو عقلين في المعركة وكانت إصابة بالغة في زراعه. واقف واقف. حاضر. لدرجة أنها بقيت معلقة بقطعة من الجلد، وفي تلك الأثناء قال له ابن عميرة: يا أبا عقل، قمنا بجرك إلى هذه الخيمة وضمدنا جرحك أيضا، ولكن صفوف المسلمين في المعركة كانت تتزعزع، وكانت صرخات الصحابة مدوية، وأصوات قوية أيضا تأتي من الخارج. أبو عقل لم يكن يعلم وقتها ما الذي يحدث خارجا في أرض المعركة، وفجأة يمر رجل من أمام خيمة الصحابة وهو ينادي على المسلمين: يا صحابة رسول الله، يا من أتيتم لنصرة دين الله، هبوا مرة أخرى. أبو عقل كان يحاول النهوض، فقال له ابن عميرة: انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ فأجاب: لقد نادى على المسلمين، إنه يناديني. يلاحظ حينها أن يده المتدلية تعيق حركته، ولكنه سل سيفه ودعس على يده المتدلية فقطعها وهجم وهو يصرخ: يا الله نصرك، وهجم على الأعداء وهو يكبر: يا الله. واستشهد في تلك المعركة. يا الله. ولكن سيدي، سيدي شو صار لك؟ ممكن التعرف عليه. سيدي 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 محمد، لا يزال يحرك شفتيه. معك شهادة السواقة؟ طبعا معي سيدي، وبعرف سوق كل السيارات. وقد ودع الحياة وهو ينطق فيها، وقد أبلى في المعركة بلاء يكافي، وقد ظل ذكره بالله جد. طبعا طبعا سيدي، أنا كلمتي وشهادتي كمان حربية، إجاني عروض من شركات السواقة من زمان. إيه؟ بس أنا ما رحت. وعندك سيارة؟ لا، بس أحيانا بسرق مفاتيح سيارة كارلوس وبشغله إياها. روح لكان بسرعة يا سبا، رح نروح. عن جد؟ عن جد سيدي؟ بس لا تقلي رايحين على المهمة. طبعا يا سبا، يلا ورجيني. ماشي انت. لكن أنا رايح بسرعة أجيب المفاتيح من خزانة كارلوس، وجيب معي كفوف المهمة، وبرجع لك فورا سيدي. بلا صوت. تون جاي، فيك تجيب لي قهوة؟ ولو أنت بتأمر أمر. قلتك سمعوا الكلمة؟ ألو، معك مدير مركز عمليات خاصة، بتسلم الرهائن اللي عندك، عم تفهم؟ وصلت الشغلة للعمليات كمان؟ شي حلو، عم تتعاملوا بجدية، وهذا يلي بدي إياه. اسمعني، أنا رح أطلق صراحة الرهائن اللي عندي، بس بالمقابل أنتوا رح تخلوا زكي تومور يطلع برات البلد بدون ما تتعرضوا له. اسمعني، هالطلب ماله من صلاحياتي حتى أسمح له أو ما أسمح له، لازم تعطينا شوية وقت، لازم خبر الجهات المختصة، بس أنت تعاون معنا، ترك النسوان اللي خاطفهن حتى ما ينأذى حدا. ما حذرت. لازم تروقوا لنا أعصابنا وتبعتوا لنا شاي وقهوة بعدها بنفكر بالموضوع. احترامي زوجة النائب هامون. كيف وضع زوجي سيدي المدير؟ حاليا الكل مناح وما في اصابات، ولهلا ما صار اي اشتباك بيننا وبينه. قلي شو اسمك يا بطل؟ انس. لا تخاف حبيبي، شش، ابوك هلا بامانتنا. ما كنت حابة يجي معي لهون، بس المشكلة إنه كنا سوا وقت اتصلوا وخبروني. حصل خير، المهم هلأ إنه ما تضلوا واقفين هون. بس أنا لازم ساعد البابا وما أتركه لحاله. بعرف إنك رجال ولازم تسمع الكلمة، هلأ روح مع الشباب وبنحكي يا أبي. حابب ضل جنبه للبابا على طول، وبدي يكون معكم بالمهمة وقت تنقذوني. أناس، رح نتفق أنا وياك، بتنفذ اللي بطلبه منك، وأنا رح جيب لك أبوك لعندك بخير وسلامة، اتفقنا؟ بابا كان يقرأ لي قصص كتير حلوة كل يوم بعد الشغل، واليوم رح يقرأ لك إن شاء الله، بس أنت ادعي له. تفضلوا. تفضلي مدام. أنت بخير سيدي؟ يا أخي لما بيفوتوا الأولاد بالقصة ما بعرف شو بصير فيني، الأولاد خط أحمر ما بتحمل شوفهم هيك. لا تاكلهم سيدي، المهم إن شاء الله بتخلص بخير.
إن شاء الله. لك شبك يا أخي، ركز معي شوي، وينه مخك؟ ما تضل صافي، نطلع منيح على الإشارة. أمرك سيدي أمرك. فتحت الإشارة، طلع سريع. حربي، أنت متأكد أنك بتعرف تسوق سيارة؟ طبعا يعني سيدي، والله بعرف، بس المشكلة بالسيارة أنه ما عم تمشي، شو عمل لها؟ ليك لبقى تطلع على الكتيس، ركب أول، شيل رجلك من على الدبرياج، شيلها شيلها شيلها، يلا عطيها هلا. إيه هيك ها؟ ليك هاك مشيت. إن شاء الله ما يعرف كارلوس إنه أنا سرقت له سيارته يا سيدي. درجوا الأسانسير اللي بيوصلوا لهون صاروا بإيديهم سيدي. لهلا ما عرفت عددهم منيح سيدي. واستشهد عنصر من عناصر البناء مع الأسف. رح ضل خبركن عن التطورات سيدي. عاكف، اوعك تتحرك من مكانك، تستنى لنوصل لعندك، كلامي واضح؟ عددهم كبير سيدي، منتشرين بكل المبنى. هحاول أقلل عددهم شوي وهيك بفتح لكم مجال. تون جاي، شو صار بالقهوة اللي طلبناها؟ والله ما بعرف يا معلمي، شكلهم مو حابين يضيفونا شي. شكلهم ما بيعرفوا بالأصول وما بيكرموا الضيف. لا تاكلي هم، رح نطلع من هون سوا. بس كم شخص في جوا؟ لمين هالتليفون يا حلوين؟ إلي. قلتي لي إليك؟ كيف راح عن بالي هالشي؟ من شوي اتصل فيكي ما هيك؟ رفيقي بالشغل. من وين عم يتصل؟ اللي طلعوا طلعوا، والباقي لساتكن هون. هاتي لأشوف، انت بتشتغلي هون بالعدي؟ اي نعم، انا موظفة هون بالبناء، ووظيفتي مساعدة النائب العام. مساعدة النائب العام، ما هيك يا حلوة؟ هاتي جزانك عالسريع، طلعيه. للشرطة لكان. من أي فرقة أنتي؟ أحكي بالحسنة أحسن لك، لك أحكي قبل ما يطلع جناني عليكي. معلم، لقيت واحد من الشباب مقتول، في حدا أخده على الحمام وقتله. لا يا مبسوط أنه أنت متل قلتكن مات بالحمام وحضرتكن لهلأ لدريتو؟ أحكي، من أي فرقة أنتي؟ العمليات الخاصة. برافو علينا، شو بدنا أحسن من هيك؟ هالمخلوعة من أسوأ فرع بالجيش كله، لك ولي عليكم. رح دقله ورح أعرف وين متخبي، بوقتها يورجينا مراجله. شفت لي السيارة الجديدة تبع حربي؟ لك! ولك! واقف واقف! لك انت شو عم تعمل بسيارتي؟ ليش راكبها؟ كم مرة قلت لك لا تقرب عليها؟ معلمي صالح؟ روق شوي، ما دخلوا حربي، أنا طلبت منه يجيبني بسيارته. إن شاء الله تحسنت؟
معلمي صالح رجعت على الساحة من جديد. تفضل معلمي. تعال يا رب يا رب. هات لشوف انت وياه شو صاير، بدي اعرف بالتفصيل. عددهم كبير كتير وإليف رهينة، عاكف عم يحاول ينقص عددهم وناطرين أوامر المدير. خلص اسكت، ليش عم تنزع مزاج المعلم؟ أصلاً هو ما فهم شي من اللي حكيته. فهمت كارلوس، لا تخاف ابني. شفت شلون؟ في بيني وبين معلمي صالح تردد لاسلكي يا زكي. يا ريت تاخدوني لعند المدير يا شباب. فوراً معلم. بعد هيك. لا تفكر اني سامحتك، سكتت لك كرمال المعلم. ماشي ماشي خلص. خير يا حبيبي. تفضلوا. اسلموا. هون أأمن إلكم، لو سمحتوا لا تطلعوا برا الغرفة. تمام حضرة الشرطية، شكرا كتير. ماما أنا كبرت وصرت رجال، لازم أطلع مع الشرطة مشان ننقذ بابا، ما هيك؟ لا حبيبي ما لازم تطلع من هون، لا تاكل هم، الشرطة رح تجيب لنا بابا إن شاء الله. أنا بضربي وحدة بخليهم يندموا على إنه خطفوا البابا. يا عمري بعرف إنك قوي، بس هاي شغلة الشرطة، ونحن ما فينا ندخل بشغلهم، ما هيك يا روحي؟ إليف؟ لا والله بنعتذر إليف، ما أنا فاضي عن مشوار. أوعك تكون لمست شعرة من رأس إليف، وإلا رح أخنقك بإيدي التنتين. لك بطلع بروحك أنت واللي معك، عم تفهم شو عم بحكي؟ طبعاً طبعاً بتعملها، ما في كلام، روق شوي، رح خليك تحاكيها. أنا رح حاكي وانت تشوفي وأنا قاعد على السريع. أمرك معلم. شكلك أنت من العمليات الخاصة، والخانم يلي هون بتكون حبيبتك. مشكلتك عم تلعب بالنار. اسمعني منيح، إذا ناوي إنك تطلع من هون عايش ترك الرهائن، وإلا رح تشوف شي ما شفته بحياتك كلها، عم تفهم؟ عم يدوروا عليك، عم يخلوك تحكي للاوك لما تحكي. قعدي وليك ولا تتحركي. والله لدفعك تمنى غالي، ورجيني مراجلك برا يا كلب. صرت ارجف انا، شفي انا وهي ولا هديك. لا والاخ عم يهدد. عادي وليك، بدون ما نتعذب رح يجي. سيدي عطلوا كل كاميرات المراقبة اللي موجودة فوق. يعني هالعناد اللي عندك ما له حلق صالح. قلت لحتى اجي وشوفكم، يمكن اقدر ساعدكم بشي. اهلا وسهلا سيدي صالح. اهلين فيكم. انت شو عم يصير معك لك يا ابني؟ ليش عم تطلع حوالي الكرسي ليكون حضرته الوزير ومالي دريان؟ عم احمي معلمي صالح حضرة المدير. يلا يلا بسرعة يا شباب بسرعة. نداء حاوطوا المكان، بلش اطلاق النار بالطابق الثاني. هذا عاكف اللي عم يقوص. ما انا هذا اللي مخوفني، المشكلة انه إليف معهم، اذا قوصوها شو بيطلع بايدنا؟ لا تخاف سيدي، عاكف بيعجبك. صالح ما بدي تحمسه، جوا النائب العام والرهائن كمان. لازم نوصل لعاكف باسرع وقت سيدي. اهدى يا عمري اهدى، هي
الشرطة طلعوا يجيبوا بابا لا تاكلها ماشي؟ بعد شوي رح يكون بابا بيناتنا، بابا ما رح يصير له شيء ماشي يا عمري؟ طيب طمع بابا أنا جاي لعندك. أنا استحال ماما، أنا جاي بابا لتفع. رجاء لا تطلع، أنا جاي بابا. حبيبي رجاء بابا اتركوني، رح ابني لازم يرجع بابا. رجولي أرجوكم لازم يرجع لهون، لازم تخاف. يرجع هدي شوي انتي. ايوه ايوه ايوه، شكله حبيب القلب تبعك مفكر حاله بعرس وما حدا قده. عاكف رح يخليك تندم على اللي عملته فينا، وهلا بتشوف. عاكف هلا بتشوفي شو رح يصير بعاكف. بدي تفتحي عيونك منيح، رح نشوف مين اللي رح يندم. أهلين وسهلين، شرفتنا يا عاكف أفندي. استني عندك، جاي لهون. لا تحركي إليف. إليف وقفي، وقفي عندك. عاكف بابا، بابا بابا. شو عم يصير؟ عاملين اجتماع عائلي؟ بعد عني. الخطف مو اختصاصي، لا تجبرني على هذا الشيء. بعد عني، اتركني بدي بابا. أنا ما خلص عليه. فوتي لجوا. عاكف إلي، فوتي لجوا. عمل لك هاي. أنس، أنس، أنس وقف هون. أنس، أنس ابني. أنس خليك في مكانك. سكوت سكوت. أنا أبي نائب عام، إذا ما بتتركوني رح نحبسكم كلكم. بعدوا عني هيك، بعد. ابن النائب العام لكان ناقشت معي، لازم اسحب ورقتي نصيب على رأس السنة. سديني وقت الجائزة، أنا رح أدفع لك ياها بإيدي. اترك الولد. أنا بابا. نزل سلاحك وإلا بتتشاهد على الولد. لك خلاص بقى، نزل. فشو سيدي؟ بعتني لفوق خليني شوف شو الوضع. صالح، سيدي صار لازم تتدخل بأي طريقة. شو من شأن الرهائن؟ وهلأ صار في طفل بهالحالة، ما عاد فينا نتحرك. ما قدرت امسكه يا خانم، ما قدرت امسكه. اذا سمحت. والله العظيم هرب من بين ايدي. طيب يا روقي حضرتك، نحن مستلمين الموضوع. سلم حالك لانك ما رح تنفد من العدالة. مش الحال هلا، شو ما عملت ما رح يتركوني بحالي. بس على الاقل بتضل عايش. شو هالعيشة اذا بدي تخبي الحبوس؟ بيني وبينك أنا حابب كمل الشيء اللي بلشت فيه. مو نصيحة، بس إذا تعاونت معي
فيك تنقذ حياة الناس. بدك ساعدك؟ بدك ياني ساعدك لك؟ احكي مع هدول يلي تحت وحاول تقنعهم يتركوا معلمي، وبعدها جاهز للي بدكن اياه. عم يتصلوا من تحت، رد عليهم قل لهم اذا بدهم الرهاين والولد يطلعوا بنفسه اللي بيطلبوا. شو اعمل معلم؟ استنى على اول الدرج، اذا المهمات الخاصه فكروا يطلعوا رح نتصرف. امرك تون جاي. وانتو رح تشوفوا شغلكم مع الرهاين واحده ورا الثاني. سيدي بظن رح نضطر نوصل لاتفاق. تون جاي خذ الولد لجوا، تحرك امشي، هات التليفون لإلك. على الأرض عاكف صديقي، من على الأرض. احترام سيادة المدير. اسمعني يا ابني، نحن لازم نحكي بهالموضوع وش لوش، وهدول الرهائن ما بيلمس شعرة من روسهم. طيب وهلا كحسن نية مني أنا راح أبعث لكم هذا القبضاي اللي هون لعندكم، وهو راح يقلكن على خطورة الموقف هون، وإنه المحروس ابن النائب العام كمان صار معنا هون، خليه يشرح لكم طريقته. ابعت الولد معه، يمكن وقتها نقدر نتفق. الولد رح يبقى معنا. صار فيك تمشي، وكلنا رح نضل قاعدين مستنيين الخبر اللي رح يوصلنا منكم بعد الاتفاق. الولد رح يروح معي، هذا الوحيد اللي بأمن على حياتي بوجوده وما رح اتركه، هذا هو ضمانتي. في حدا بيستخدم الأولاد والنسوان هيك؟ مو معقول قديشك بلا أخلاق. اهدى أخي عاكف اهدى. بالمناسبة نحن طلبنا قهوة بس لهلأ ما بعتولنا، إذا بتحل هالقصة كمان هيك بيتعدل مزاجي. راح عزبك، ما تواخذني. أنا قهوتي سكر زيادة. أنس لا تعملوا شي بابني. أنس لك عودنا هلا. بابا ابني شو هالكلبات؟ أنا ليكني هون، اجيت لعندك. ابني أنت شو عم تعمل هون؟ وين أمك؟ أمي ضلت تحت بس أنا هربت منهم واجيت لأنقذك. ابني أخذ الولد كمان، أخذ الولد وقفلوا الباب، ما قدرت أعمل شيء. أنت عملت اللي بتقدر عليه. بعتني وكأنه واحد عم يضحك على التاني، كنت رح جن؟ قال شو؟ طلب لي قهوة للأساتذة. سيدي أنا برأيي خلينا من هون نخردق الغرفة باللي فيها. تعرف أنا برأيي تطلع أنت والشباب وبتعملوا إنزال مظلي. لا صعبة، أنا بخاف من الأماكن العالية. إذا بدكم رأيي خلونا ناخد القهوة لهذا الزلمة. بدك يعني نترك شغلنا ونفتح بوفيه هون يا أخي؟ تمويه يا ابني تمويه بس. انت منيح؟ انا ما بعرف، خايف شوي منه. امي بتكون منيحة هلا؟ لا تخاف حبيبي، بعد شوي رح ترجع لعندها. السلام عليكم. ها سيبوا يلا، هدول اللي طلعتوا عاكف. سيدي
حاولت اتمركز بس ما قدرت لاقي ولا زاوية مكشوفة. هالغرفة بالضبط، طلعوا من هاي الغرفة، سيبوا شوي الغرفة. هاي غرفة الأرشيف. طيب والزلمة اللي طلبوا منا نفرج عنه شفت لي إياه؟ إيه شفته، زكي تومور. الزلمة مو قليل بنوب، هذا مافيا سنين رايح جاية ما حدا قال له وينك. وبعدين النائب اللي محجوز هلأ حطه براسه، وفي ملف كبير كتير جمعوه عنه، وقضايا هاي الزلمة لساتها مستمرة. معناتها أدلة هذا الزلمة بغرفة الأرشيف هون مو هيك؟ عم يموهوا الهدف. هلا ممكن يكونوا بهاي العملية عم يشغلونا ليتلفوا الملفات والأدلة. رح يمحوا الأدلة وينهوا القضايا؟ هذا اللي بيعملوه بالضبط. لازم نصل لهي الغرفة. رجب البيس مدني انت رح تاخذ لهم القهوة. شو سيدي؟ يلا روح. سيبو اللي طلبته منك شفته؟ اها لقيته، حددنا العنوان بالضبط، قريب منك كتير. كتير منيح، خلي يكون معنا كارت للضغط عليهم. كارلوس اسمعوني منيح، أخي 5 دقائق بالكتير ورح جيب المطلوب لهون. يلا لكن خلونا نعيد الخطة مرة تانية. شوفوا صديقي عاكف، اللي عيوني رح أحكي معك بشروط الاتفاق، بس لازم أطلع لفوق. خلاص بنحكي على التليفون، لا تأكل هم. جاي بدون سلاح، لا تقلق، ولحالي، بس مو على غرفة النائب. منجتمع بغرفة الأرشيف. بكل الأحوال هالمكان صار مثل بيتك. الظاهر مو بس عضلاتك، عم تشغل عقلك كمان. تمام، عم استناك. بالمناسبة إذا لسه بدك قهوة فرح أبعت لك إياها. بعد كل هالتوتر لازم نصحصحو. أخي بعتولنا مشاريب، بس كله بيكون أناني مختومة، ما بدي لعب. اتفقنا، معناتها بشوفك بغرفة الأرشيف. ابنك رح يروح معي. بكفي اللي عملتوه، ترك ابني بحاله. لك يا أخي من البداية أنت عملت هذا الشيء بحالك. عم قل لك ترك ابني. دون جاي اتركوا ابني، خلوا برات الموضوع. هات الولد. بابا امشي ولا اتركوا. بابا بابا عني، اتركوني، بعدوا عني. بابا بابا رح موتكم كلكم. لك شو عملتم ابي؟ بابا لا تتركني. بابا لا تتركني لحالي. بابا انتوا عم تحطوا البنزين على النار. بابا وما رح اسكت على عملتكم. بابا هي حياتك صارت معلقة بكلمة من جماعتك. بابا اذا بي عائل ما رح يكون في مشاكل. الخوف اللي بيجينا من الحكومة أفضل من عمايل يلي متركوني. تركوني بابا، لا في حدا عاقل بيستغل طفل. لك انتو جبنة، إذا صار شي لهذا الولد بحلف بالله رح خلص عليكم كلكم. بابا قال له يتركني. أنس بابا. أنس ابني. أنس بابا تحرك. اهلا وسهلا بصديقي عاكف، تعا فوت. أنس برافو، كل ما تحكمت أكثر بتكون أنت الكسبان. ما بديك تخاف من شيء أبدا حبيبي. عم مساعد البابا، بترجاك تساعده. الله يخليك. بوعدك أنس. وهلأ بما أنه تغيرت الشروط خلينا نراجع الوضع مرة تانية.
طيب شو رح تكسب إذا بتخفي الأدلة وتماطل بالوقت أكتر؟ هيك عم تأذي حالك. أنا مو مشان حالي. كرمال شو أنت هون؟ جاي لحتى تحرر معلمك. إذا بقيت عايش رح تدخل على الحبس، هو رح يضل داير باله على عيلتك. هذا حلمك يعني؟ ايه فيك تقول هيك، بس اللي ما فهمته هو أنا كمان أب. اجيت وما لي حامل معي أي شيء. أعطيني تليفونك شوي. خود اعتبره تليفونك. بعتولي الأمانة لفوق. روح كمل لحالك. وينهم هلا؟ قاعدين بغرفة الأرشيف. أنا مليت من الانتظار. اللي شوفي براسك. بابا قال لي شو عم تعمل مشان الله. انت كيف تورط ابني بهالقصة؟ العين بالعين والسن بالسن. انت ما كان لازم تورط ابن النائب من الاول. بابا ليش حاط فرد براسه للولد؟ حدا يفهمني شو عم بيصير هون؟ لك والله فضحتني. احكي لي بقى شو الموضوع. مشان نظف من ورا سيادتك انا هون يا نجيب. تركك مني بكفي بقى. أنا بعرف دبر أموري لحالي. بابا نزل السلاح. شايفه لهذا الشنتير؟ طلعت عيوني لحتى علمه، بس صار سرسري حقه نصف رنج. قلت له لا تتورط بهالقصص بس ما رد علي. أنت جاي لهون لتنقذ ابنك مو معلمك. وقفوا عندكم يا شباب، طولوا بالكم، اخذوا الشيطان. حميد فينا نصلح الوضع هون. شيل سلاحك من الولد. شو بدنا نصلح بعد ما خربت الدنيا؟ الملفات اللي عم تدور عليهم وبدك تخفيهم بخصوا ابنك. ايه. لك انت ليش لا تتدخل؟ انا كنت عامل خطة، كنت بدي اهرب. حاجي بقى انا رايح. رح تهرب على اوروبا وبعدين لا مصاري ولا غيره، شو بدك تعمل هنيك؟ طيب وانت شو رح تغير؟ انا اذا امنت للمعلم طلع ولا لا كان رح يكافئني على شغلي. بعد ما يبعد ابنك عنك شو رح تستفيد؟ مفكر المصاري اللي رح تجي من معلمك رح تكون دواء لبعد ابنك؟ الظاهر انت مالك اب، وانا متأكد انه ما كان عندك اب مثل العالم والخلق. باين كثير ما كان عندك. ما كان عندك اب لهيك ما راح تفهم هالشغلة. ما عملتها مشاني يا اخي عاكف. صح هذا كلب واحد سرسري بس مشانه راح يحموه ويديروا بالهم عليه، هيك القانون عنا. أنا عم أقول بعد ما تفترقوا بتكون محرزة؟ هات جاوبني لشوفك.